السلام عليكم. عبد الصفا طيمة، فنانة تشكيلية عصامية من مواليد رباط الخير، العمالة صفرو. مزيان. عبد الصفا طيمة. مرحبا. مشاركة في هذا العرض المشترك. العرض مشترك فنانات تشكيليات عارضين في مسرح محمد الخامس. مزيان. شحال هما سته؟ لا شي تسعود بيه. تسعود هادو هما سميتهم؟ لا واحد ديالك. لا واحد ديالك. الاولى. نعم الاولى. اه واخا نبداو بهذه. لا هي الاولى. اه تفضلي. الاولى ديالي الاولى. بحال اللي كتعبر على المحبه والاخلاص للشريف ديالي سيدي محمد السادس، الله ينصره ويطول لي عمره. هذه محبه ليه ونتمناو ليه ان شاء الله يا ربي ان شاء الله الشفاء ويكون ان شاء الله يا ربي بصحه جيده ان شاء الله. ان شاء الله. اللوحه الثانيه. اللوحه الثانيه كتعبر على واحد الشجره اللي هي عندها اتصال مع الايه القرانيه. الشجرة راكم عارفين الشجرة. الزيتون. الزيت. الشجرة ومعها آية قرآنية. نعم. اللي كتعبر على الإخلاص وعلى القرآن الكريم اللي كيشرفنا ويشرف تبارك الله الإسلام ديالنا. مرحبا. والصورة اللي أمامنا. الصورة هذه كتعبر على الطبيعة وعلى الأصل وعلى البادية اللي فيها واحد التعبير ديال الطبيعة وكيفاش البادية كيفاش البادية خصها ضروري خص الإنسان يتفكر الأصل. نعم هي الأصل تبارك الله عليك. الأصل هي كلش. نعم. وهذا كيشرفني هذا الباب ديال الشرفة ديالنا ديال القصر اللي هو أنا عزيز عليا وحاولت نخرجه وحاولت نخرج الطاقات ديالي فيه والحمد لله اللي وفق لي الله حتى شتا لوحة عجبتنا وتمنى تعجب. تبارك الله. ماشي غتعجب راها غتعجب راها كتشرف المغرب ديالنا كامل وكتشرفني انا بعدا اللي انا فرحانه بها وكنتمنى الله سبحانه وتعالى نكون في حسن الظن الشرفه ان شاء الله اللي يرضيو عليا والمغاربه يكونوا ان شاء الله حتى هما يشجعونا باش نزيدوا في هذا الفن ونتقدموا ان شاء الله بالصوت ديال المراه المغربيه حتى هي كتجاهد وكتكافح. تبارك الله عليك. ان شاء الله التوفيق للجميع. وانا عبد الصفا طيمة كيشرفوني هذه الصحافه باش يكونوا في جنبي. الله يبارك فيك. مرحبا. هذا كنقوم بعمل ديال ديال صحافي طبعا الحال كنوصلوا كنعرفوا بالطاقات الابداعيه. اييه سمعتي القطاعات الابداعيه اللي تبارك الله عليك لاحظت من خلال واخا انا نعطيك. اذا انا خليني نكمل الله يرضي عليك. شفت جوج ديال اللوحات الاولى والثانيه الاولى الباب ديال القصر وكذلك نعم لا وبالنسبه او الثاني نفس يعني هذه اللوحه اللي كتعبر على الحب. الحب هي يعني كتجسد الوطنيه وتجسد كذلك التلاحم ديال كيفاش المحبه ديالنا الشريف ديالنا سيدي محمد السادس. هذا حب ليه بزاف وكنتمناو ليه ان شاء الله يا ربي الشفاء ونتمناو ليه ان شاء الله ربي يحفظوا لنا وينصروا لنا. تبارك الله على الاستاذه العلويه كامله. الله يبارك فيك. كانت معنا الاستاذه عبدوش فاطمه فنانه تشكيليه عصاميه. فواحد اذا فخورين. تبارك الله عليك وفرصه اخرى ان شاء الله. الله يكبر.